بتعتمد هيدي اللعبة على إيصال المفاهيم المتعلقة بالنوع الاجتماعي والأدوار من خلال مجموعة أسئلة بيجاوبوا عليها الأطفال بطريقة تفاعلية ومرحب. هدف اللعبة هو تحفيز المشاركين والمشاركات لاكتساب مفاهيم النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين، وممكن تستمر لمدة ساعة. ومهم إنه نسأل المشاركين والمشاركات بآخر اللعبة شو تعلموا. أول شي بدكن تتقسموا على فريقين، وكل فريق بده ينقي اسم لنفسه. رح نعطي لكل فريق كرات من نفس اللون، ورح نحط سلة على بعد متر أو متر ونص. هيدي السلة هي الهدف يلي بتدخل الطابة فيه لكل جواب صحيح. الفريق يلي بيجمع أكبر عدد من الكرات بيكون هو الفريق الرابح. السؤال الأول، هل صحيح إنه دور البنت بشغل البيت هو بس التنظيف والمساعدة بالطبخ، والصبي دوره إنه يساعد بتصليح البيت؟ نعم أو لا؟ الجواب الصحيح هو لا، لأنه هيدا النوع من تقسيم الأدوار هو نتيجة كيف المجتمع بيفرق بين البنت والصبي. بحق للصبي يساعد بالطبخ، وبحق للبنت تساعد بالتصليح إذا حبه. السؤال الثاني، هل صحيح إنه لعبة كرة القدم هي رياضة للصبيان بس وما بينفع البنات يلعبوها؟ نعم أو لا؟ الجواب الصحيح هو لا، لأنه من حق البنات يمارسوا أي نوع رياضة بحبوها، ومش مفروض حدا يمنعهم من هيدا الشيء. السؤال الثالث، إذا حبت البنت إنها تشتغل بأعمال يدوية وقتها تكبر مثل نجارة، هل بحق لأهلها منع من هالشي؟ نعم أو لا؟ الجواب الصحيح هو لا، لأنه البنت من حقها إنها تختار مهنتها المستقبلية مثل ما بتحب. السؤال الرابع، إذا حب الصبي إنه يمتهن الرقص، هيدا الشي عادي ومن حقه؟ نعم أو لا؟ الجواب الصحيح هو نعم، لأنه الصبي كمان من حقه إنه يختار مهنته المستقبلية يلي هو بحبها. الفريق الرابح بهيدي اللعبة هو فريق البراعم. وهلأ شو تعلمنا؟ النوع الاجتماعي هو شو المجتمع بيتوقع من البنت والصبي، مثلاً كيف لازم يتصرفوا وشو يعملوا أو يلبسوا. في أوقات بتكون هيدي المفاهيم خاطئة وممكن تسبب عدم المساواة بين الرجل والمرأة.